لابتوبات الجيمينج اللي بتجيلنا مفيش اكتر منها، بس معظمهم ما كانش كلهم بيفتقدوا الاهم عنصر، انهم يكونوا اللابتوب بجد، حاجه تقدر تاخدها وانت مسافر الساحل او البلد تزور اهلك وحبايبك، حاجه تاخدها معاك الجامعه، القهوه او حتى ستاربكس. اللابتوب اللي معانا النهارده بيحقق معادله صعبه جدا اللي هي الحجم والاداء، لابتوب ايزوس زفرس جي 14. اللابتوب بيجي ببروسيسور من AMD ال 6900 HS وكارت شاشه 6800 S من AMD برضو، 2 جيجا بايت رامات DDR5 و 1 تيرا بايت SSD جن 3 وشاشه 14 بوصه بتردد 120 هرتز. ده اللابتوب ابيض جدا زي ما انتم شايفين. خلينا نفتح باقي مكونات الصندوق. شاحن 240 واط، بس ده كله كلام على الورق. الأداء عامل ازاي بجد؟ من أول نظرة على اللابتوب ولما عرفت كل المواصفات دي ما كنتش مصدق إن كل المواصفات دي أصلا ممكن تبقى محطوطة في لابتوب بالحجم والصغر ده، وبصراحة كان عندي شك في الأداء هيبقى عامل ازاي مع درجات الحرارة، بس برضه جه في بالي إن شركة ايزوس بتعمل أفضل أنظمة تهوية في اللابتوبات، وأكيد مش هيأثروا في اللابتوب ده. وعشان كده مهم قبل ما نتكلم على درجات الحرارة نعرف ليه اللابتوب اللي معانا مش ميكس انتل وانفيديا كالمعتاد او حتى ميكس AMD وانفيديا. اولا عندك حاجة اسمها الـ AMD Smart Shift Max. التقنية دي بتسمح لك انك تاخد اداء افضل بحوالي 14%، وده طبعا على الورق، واحنا لما جربناه اخدنا بالفعل حوالي 8-10% على شوية العاب. طب هو التقنية دي بتشتغل ازاي؟ انت قاعد بتلعب وجات حتة كارت الشاشة محتاج تشتغل باقصى قدرة ليه، هتقوم التقنية دي تسحب كل الطاقة اللي البروسيسور مش محتاجها، وكل ده علشان كارت الشاشة يقدر يطلع افضل عدد فريمات ممكن بنفس استهلاك الطاقة الطبيعي. واللي يعمل كل ده هي الجوريثم اسمها الانفينيتي فابريك، اللي ما بتشتغلش اصلا الا لو عندك كارت شاشة وبروسيسور من AMD في نفس الجهاز. وعلى فكرة دي اول مرة برضو يبقى البروسيسور وكارت الشاشة من AMD في سلسلة الجي 14 من ايزوس. النسخة اللي معانا النهاردة شاشة 14 بوصة بانل IPS بتدعم 98% من DCI-P3 وأدوبي RGB 86% وبتردد 120 هرتز وبأسبيكت 16:10. غريب شوية الأسبيكت ريشيو ده، بس لذيذ وبيديك مساحة أكبر في الألعاب. الشاشة برضو 2K وشوية كسور، وبصراحة الريزولوشن ده مناسب جدا لحجم اللابتوب، والشاشة سلسة جدا، وأكبر حاجة بتبان فيها في الريسبونس تايم اللي هو 3 ملي ثانية، وألوانها لو أنت جايب اللابتوب للجيمنج ممكن كمان تنفع في شوية مونتاج على الجنب. خلينا نفتحه مع بعض كده ونشوف إيه اللي هيحصل. بس ايه بقى اللي في ظهر الشاشه ده؟ ده الانيمي ماتريكس، واللي ما اختلفش حاجه عن السنه اللي فاتت لانها مش ناقصها حاجه. حط عليه تاكست جيف شغله مع الموسيقى هتبقى عنوان الروشنه في اي حته تروحها. ونيجي بقى للحاجات الثانويه اللي ما تعتبرش ثانويه. اللابتوب ده عنده قدره انه يشحن 50% في خلال 30 دقيقه، وعندك واي فاي 6E كمان واثنين USB-C، واحد هنا والتاني هنا، وغير كده عندك بورتين USB 3.2 جن 2، وعندك مايكرو SD كارد، وعندك كمان HDMI وكومبو هيدفون جاك ومايكروفون. واحد من USB-C للشحن السريع مع منفذ ديسبلاي بورت متوصل بالكارت الداخلي، والتاني بيشيل ديسبلاي كمان بس متوصل بالكارت الخارجي. الحركة دي عملوها علشان يوفروا في البطارية، لانك لما توصل بكارت الشاشة الداخلي بتوفر جامد في الطاقة، فحركة حلوة بصراحة. وكمان لو جينا نبص على الشاشة بتاعت اللابتوب هنلاقي ويب كام. الويب كام دي ما كانتش موجودة في الموديل القديم، بس هي موجودة المرة دي. بس الكاميرا بصراحة صورتها وحشة جدا وما كنتش متحمس خالص وانا بستخدمها، بس احسن من مفيش. وعندك كمان سماعات مناسبة جدا اللابتوب وصوتها محترم جدا. وايوه مفيش لان في جيمنج لابتوب. ممكن تقول مفيش مكان، بس اللابتوب مش رفيع. ممكن نقول عشان ده لابتوب وحاطين لك واي فاي 6E، بس برضو مش مقتنع. طب وايه حوار البطاريه اللي بتشحن بسرعه قوي كده؟ علشان البطاريه اخرها في اللعب 45 دقيقه، يعني هتلعب لك جيم فالورنت وتشحن، واخره ساعتين ثلاثه لو انت هتشوف فيلم او تبراوز. بس هو كده ما تتوقعش منه كتير، لان مفيش مكان لبطاريه كبيره تكفي ان اللابتوب يطول معاك. لو جينا بقى نتكلم على الديزاين، فالديزاين بتاع اللابتوب ده بيخليك ادجي كده بالشاشه اللي ورا واللون الابيض بيديله فخامه الاغنياء. وعندك برضو الكيبورد مريحه جدا في الاستعمال علشان الزراير بعيده عن بعض، بس طبعا بنفتقد النمبر باد لان مفيش لابتوب بالحجم ده هيبقى فيه مساحه كافيه ليها. يعني الماوس باد ملمسها حريري وسلسه جدا في الاستخدام، وكبيره كمان مقارنه بحجم اللابتوب. اللي استغربت منه جدا في اللابتوب ده انه بيدعم وحدات تخزين SSD من الجيل الرابع، بس SSD اللي حاطينه اخره 3500 ميجا، يعني جيل ثالث بالكتير قوي، اللي هو ايه الفكره؟ مش فاهم بصراحه. نيجي بقى لاكتر حاجه انتم منتظرينها، الاداء عامل ازاي؟ بصراحه انا لحد وقتنا هذا ما شفتش لابتوب بالحجم ده في كميه الاداء دي،
وتظهر لكم النتائج دلوقتي علشان تعرفوا هو ليه جامد قوي كده. اللابتوب كسر الستين في شادو اوف ذا توم ريدر وعلى 2K كمان، وانت شايل الشاحن ومفيش تعليق ولا تهنيج والدنيا تمام. دخلنا في العاب ال FPS هنكسر حاجز ال 80 بسهوله جدا، وهيبقى في استغلال حقيقي لتردد الشاشه العالي. بس خلي بالك وانت بتلعب على البطاريه في مود لازم تفتحه من الارمر كريت علشان تشغل التردد العالي، ولو رحنا لتولز البنش مارك فهو متفوق على 3 ارباع اللابتوبات اللي عندنا. بس الزتونه هنا بقى هي درجات الحراره. خلينا نشغل لكم 3D Mark Spy ونشوف ايه النظام. في حاجه هنا كمان عايز اوريها لكم، زي ما انتم شايفين دلوقتي واحنا مشغلين 3D Mark ان الحراره طالعه من هنا ومن هنا على الشاشه على طول، وده ممكن مع الوقت يسبب مشاكل في الشاشه زي ما شفت قبل كده في تجارب كتير، والناس بتحاول تحرق الموبايلات بولاعه مثلا بيأثر في الشاشه ازاي. فدي مش تبقى حاجه حلوه قوي على المدى الطويل، وممكن مشكله تكون ايزوس محتاجه تفكر فيها اكتر من كده من ناحيه الديزاين. زي ما انتم شفتوا نار نار نار. اللابتوب هو من اكتر اللابتوبات اللي بتسخن عندنا، ودرجات حراره البروسيسور بتوصل لحد 97 وكارت الشاشه بتوصل حتى 84. بس طول ما احنا مش حاسين بالكلام ده في الاستعمال مش مهم، صح؟ لا، لان السخونه دي زي ما انتم عارفين بتاثر على اداء اللابتوب المستقبلي، مش دلوقتي طبعا. دلوقتي هو تمام زي الفل، ودرجات الحراره ما بتاثرش على قدرته في العطاء تماما دلوقتي، بس مع الوقت والاستخدام والاستهلاك ممكن نبدا نلاحظ ان الاداء بتاع اللابتوب بدا يقل، وان انت محتاج تغير مثلا الثيرمال بيست او تنظف المراوح بتاعه اللابتوب. اللابتوب على ايدل اصلا كان واصل لحد 55، وحتى لما ظبطنا الفان كيرف علشان المراوح تشتغل على اعلى حاجه ممكن. عاوزين تسمعوا صوتها؟ وده كده صوت اللابتوب وهو شغال على البرفورمانس مود، بس طبعا درجة حرارته عليت وصلت لحد 65. بصراحة الكومباينيشن AMD من كارت شاشة وبروسيسور مع بعض في نفس اللابتوب عامل حوار هنا، والأداء لا شك فيه إن هو قوي جدا وهيتفوق على لابتوبات كتير زي ما قلتلكوا قبل كده. وأنا مش بقولكم ما تشتريهوش، أنا ذات نفسي نفسي أجيبه بس هش عليه كام سنة. ده هتقولي ليه هو بكام؟ 2500 دولار. رايحة فين؟ رايحة في لابتوب هتاخده معاك في كل حتة، ومش هتفكر مرة ولا في وزن ولا حجم ولا أداء، لأنه معمول علشان يبقى اللابتوب الأفضل للتنقل والجيمنج طبعا. ده طبعا لو قدرت تتغاضى عن درجات الحرارة، ولو مش عاجبك فاعرف ان مفيش لابتوب ما بيسخنش، واللابتوب كده كده مش هتحس بسخونته غير من تحت ومن الجناب سيك. ودي كانت كل حاجة ليها علاقة بالايزوس ROG Zephyrus G14. قول لي انت ايه رأيك، هتجيبه ولا لا؟ كان معكم عادل فخري من عرب هاردوير. سلام عليكم.